ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. صباح العسل وصباح السكر. النهارده بقى ايه، فطرنا وشربنا القهوه بالتمر بقى، بصوا عملنا مزاج عالي. بعد ما نفطر بقى يلا ايه، نشجع ونتنشط ونقوم نعمل اليوم بتاعنا. المهم طبعا انتوا عارفين ان احنا كل كام يوم كده قلنا لما نجيب حاجه هنفرز منها، مش لازم ان احنا نجيب شكاره ونجيب كميه كبيره علينا ويبقى مجهود وتعب وفلوس. لا، احنا النهارده هقلي بطاطس. البطاطس اليومين دول رخيصه، التلاته ايه، الخمسه كيلو ب10 جنيه، وساعات ناس بتعدي باكتر. وبطاطس حلوه في التحمير، اللي بيقولك لا مش حلوه في التحمير، لا والله جميله، هاتي البطاطس المرمله اللي فيها رمل مش اللي فيها طين، وهي هتبقى حلوه في التحمير. المهم يعني فالبطاطس اليومين دول ايه رخيصه، فانا جبت كده ب10 جنيه. شايفين حبه قد ايه؟ ب10 جنيه، يا ب10 يا ب15. وقلت انا كده كده هالي بطاطس، هعمل مكرونه وكبده وهالي بطاطس، فما يجراش حاجه زود شويه عشان ايه اخفرز. احنا متعودين احنا كل حاجه نزود شويه ونعكس في الفريزر. المهم بقى انا قشرتها بمقشره البطاطس الرخمه اللي كانت، بصوا كان نفسي ان انا ارمي طبق البطاطس كله في الشارع بسبب المقشره اللي زهقتني دي. ما علينا، فكروني واكتبوا لي في الكومنتات يا نشوى انزلي هاتي مقشره بطاطس يا نشوى. خلاص المهم نقشرها. وبعدين ايه، بص وانا قاعده كده قلت انتي قاعده فاضيه بتيجي قايمه الصبح بقى لسه بدري على الغدا، والواد عمال ما يصحى، وقمتي فطرتي فطار كده ايه وروقتي على مزاجي، فقلت اقعد كده اقشرهم في جنب وبعدين نخش المطبخ نبدا الغدا. كده انا قشرت كل كميه البطاطس، تعالوا بقى نخش جوه المطبخ نعمل ايه. انا كده ولعت على حله كبيره للميه عشان ايه اسلق فيها البطاطس، مش اسلقه، هي غلوه واحده بس. المهم هنضيف ايه على الميه دي؟ هنضيف عليها ملح، معلقه ملح محترمه، وربع كوبايه خل، لازم الخل. خلاص عايزه تضيفي سكر، في ناس بتحب تضيف سكر بس انا ما ضفتش. المهم في الحله التانيه كده قلت ما اسلق المكرونه، جبت كده كيس مكرونه والميه هنا سخنت والميه هنا سخنت، وانا قلت ايه احط كده المكرونه تتسلق عمال ما انا اكون ايه عملت البطاطس. بصي يعني مش لازم تخلي يوم كله للتفريزات وتتعبي نفسك، لا ده وانت بتطبخي وانت واقفه هتعملي حاجه زوديها شويه فعادي يعني. المهم كده ايه، انا هعمل كبده النهارده، يوم بسيط جدا جدا يعني، وغدا بسيط قوي وسهل. كبده انا بقطعها كبيره شويه لان انا بحبها مع المكرونه كبيره، اللي بقطعها صغيره دي اللي انا بناكلها بعيش، اللي هي عيش بقى اللي هي زي الكبده الاسكندراني، بس هي دي بسيبها كبيره شويه عشان تجيبيها كده بالشوكه. المهم كده المكرونه بتتسلق في الحله وفي الطاسه دي حطيناها ايه، نزلنا بالبصله. الكبده دي النهارده عاملاها بالبصل، مش كبده اسكندراني بالثوم بس، لا بصله كده دبلت كده على النار ونزلت عليها بالكبده، اخدت تشويحتين كبده كده كده ما بتاخدش سوا ولا البصل بياخد سوا، فتشويحتين كده ايه. وبعدين هنضيف عليهم بقى بهاراتنا، بهاراتهم ملح بقى وفلفل وكمون، بس قبل البهارات هنضيف عليهم فلفل حامي او فلفل اخضر، انتي بتحبيه فلفل اخضر عادي براحتك، بس انا ضفت فلفل حامي، الكبده عايزه فلفل حامي. خلاص كده الحله الميه خلاص سخنت غلت اهي، هننزل عليها بقى بالبطاطس اللي احنا قطعناها. تغسيل البطاطس حلو جدا، وبعدين تنزلي عليها بقى في بصي هي هتنزل في الميه السخنه اقل من 10 دقايق، يعني كمان 10 دقايق كتير عليها. بصوا انا بننزل الكميه ما شاء الله طلعت كبيره كبيره يعني، يعني انا متهيالي دول حوالي 10 كيلو، ف هم مش باينين في الطبق بس هم فعلا كميه كبيره. قشرناهم كده وقطعيهم انت، بس قطعيهم انت على الرخامه كده يطلع كلهم مقاس واحد عادي يعني، بس انا قطعتهم برضو حلو. المهم هنسيبهم كده في الميه السخنه دي 10 دقايق. بعد ال 10 دقايق جبنا نفس الطبق حطينا فيه ميه عاديه سقعانه من الحنفيه، سقعانه دي مش ميه بارده من الحنفيه، وهننزل على طول هنجيب من البطاطس من الميه السخنه على الميه العاديه اللي هي بارده من الحنفيه. شوفي التكات دي هتلاقيها معاكي بطاطس والله والله فظيعه، مقرمشه وشبه الجاهزه واحلى كمان، ومن جوه كده طريه تعجبك. بصوا انا بقول لكم ان انا نزلتها من الميه السخنه على ميه بارده، مش ميه من الثلاجه ولا تلج ولا اي حاجه، ميه عاديه من الحنفيه. ولازم اهم حاجه تكت ان انت تحطي ملح وخل في الميه، هيخلي البطاطس بتاعتك كلها طالعه لون واحد وكلها زي العسل. سيبنا كده البطاطس بقى ايه في الميه السخنه، نقلناها هنا في الميه البارده، وعايزين ناخد كده ايه معلقه كده كبيره ونحطها في الزيت. بصوا انا مولعه هنا في الطاسه الكبيره دي على الزيت، بصفي كده البطاطس وهننزل بصوا بسرعه يعني ما اخدتش منك وقت. هنسيبها في الزيت قد ايه نشوه؟ مفيش برضو اقل من 10 دقايق، بس في تكه صغيره خلي بالك منها، ان انت ما تقلبيش البطاطس ولا تطلعيها وهي طريه في ايدك عشان ما تتكسرش. استني كده شويه تحس ان البطاطسيه بدات تمسك نفسها، بس ما اتحمرتش تحمير كامل يعني ده التربع.
لما تحس ان هي مسكت نفسها، اصل هي نص سوا بديها تتهرد منك هتبقى لسه طريه، فانت تستني لما تحس ان البطاطس مسكت نفسها وتطلعيها تسيبيها في صينيه تفرديها وبعدين تفرزيها. بس مفيش اسهل من كده. خلاص كده بقى احنا ماشيين بقى، ايه نشيل طاسه ونحط طاسه. وبصوا انا بقول لكم بركولي على، انا جبت مفرم الثوم الحمد لله يا جماعه، انا جبت مفرم الثوم هرس التوم، بنزل كده جبت فصين توم عشان ايه اعمل احطهم مع الكبده، بس للاسف جيت اضغط على البتاع مش عارف. يا جماعه حد يساعدني، امير حبيبي لاني قاعده مش عارفه اعملها، فقال لي خلاص يا ماما انا هعملها معاكي. فايه وكده ايه بيحط لي كده التوم، انا احط التوم وهو يضغط عليها جامد لان كانت جامده على ايدي شويه. خلاص كده ايه نزلنا بالتوم على الكبده وحطينا عليها ملح وفلفل والكمون، كل حاجه زي الفل زي الفل. نسيبها كده تشويحتين. عايزه تضيفي في الحبه دول معلقه خل برضو حلو، عصره ليمونه برضو حلو. المهم بقى في الحله اللي في النص بنعمل مكرونه عاديه زي ما احنا متعودين، نزلنا كده ببصلايه وعليها شفشق طماطم، ونستنى لما الطماطم تتسبك ننزل عليها بالمكرونه الاسباجيتي. اكله يعني بص كل الناس بيحبوها وانا بموت فيها اصلا، بعشق انا المكرونه بالكبده. في نفس الوقت استفدنا ايه ان احنا فرزنا بطاطس وعملنا اكله حلوه، وبص تحس ان انت كده ايه ست شاطره. بصوا كده احنا بنقدم بقى الاكل اهو. خلاص شوفوا بقى كام كيس بطاطس قدامنا، الكيس ده حوالي كيلو كيلو وشويه، انا طلعت 7 كيلو يعني، انا طلعت 7 كيلو متفرزه، كيس كبير نحطه في الفريزر تطلعيه في اي وقت تنزليه في الزيت. هينزل لكم الفيديو اللي بعد ده على طول. كنت انا عامله سندوتشات طلعته والله كانت مقرمشه بطريقه جامده، انا مطلعه من الفريزر جامد، هتنزل في الفيديو كمان الجاي. مطلعاه من الفريزر جامد والله كان مقرمش، وكان بصوا احلى من الجاهز 100 مره. وما كملش ايه البطاطس دلوقتي 5 كيلو و6 كيلو ب 10 جنيه، ففرصه ان احنا نجيبها وهي رخيصه مش مكلفه ومش ماخده مجهود وما بتاخدش زيت زي ما انت متخيله. هي ما بتقعدش في الزيت، مفيش، هي بتقعد في الزيت حاجه بسيطه جدا. سامعين بقى، انا عايزه اوريكم سامعين الخرفشه. خلاص دي البطاطس اللي احنا هناكلها. فبصوا ايه رايكم بجد، الاكل كان حلو النهارده وعملنا حبه حاجات حلوين، ادي المكرونه والبطاطس طلع لونها جامده والكبده بقى. ويلا سامي بالله كده وتعالي كلي معانا، مد ايدك كلي معانا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. بصوا شايفين القرمشه يا جماعه، فين اللي هي اللي اسمها هنا دي بتتباع جاهزه على الطاقه؟ والله بصوا زيها بالظبط ما شاء الله. انا مفرزه النهارده بقى في قناه على النشوه، واحنا بدانا تفريزات رمضان، كل سنه وانتم طيبين. بطاطس